كثير من الرياضيين راهم في التحضير، يعني خاصة اللي يهمهم الأمر بالنسبة للألعاب الأولمبية وألعاب البحر المتوسط. كاين اللي راهم خارج الوطن، كاين اللي راهم هنا. أكيد الظروف صعبة نظرا للوضعية اللي يعيشها العالم الآن، ولكن لازم نتعامل مع الوضع كي احنا كل الرياضيين اللي راهم يحضروا. يعني نظن انه اللجنه الاولمبيه يعني راح تدعم وتساند الرياضيين بالمنح، خاصه اللي راهم يحضروا للمنافسات القريبه الا وهي الالعاب الاولمبيه.